يعطيك العافية ماما. اليوم إن شاء الله سيتم حل حرف الإك على ورقة العمل. رح نحط للأطفال نقطة بداية مشان يكتبوا الإك، ورح يكتبوا حرف الإك بهذا الشكل. رح يمشوا من أعلى لأسفل، رح يمشوا بشكل مستقيم ويرفعوا إيدهم، وبداخلها إك صغيرة رح تكون موجودة. الشكل الثاني اللي بيجي في بداية الكلمة رح نكتبه بهذا الشكل مثل ما تعلمنا عليه. رح يكتبوه الأطفال ورح يكون مادد إيده. بعدين رح يتم ربط حرف الإك مع أحرف المد اللي هي الآ والأو والإي، ورح يتم كتابتها نفس الشيء بهذا الشكل. رح نكتب حرف الإك اللي بيجي في بداية الكلمة ورح يكون مادد إيده، ورح يضل رابط إيده مع حرف المد الآ. ثم رح نكتب حرف الإك مع حرف المد الأو، رح نكتب حرف الإك رح يكون مادد إيده ورح يرتبط مع حرف الأو. وحرف الإك مع الإي رح نكتب حرف الإك ورح يكون مادد إيده ورح نكتبه مع حرف الإي، وفي تحتيه نقطتان. بعدين في عنا صورة حرف الإك وصورة كلب. رح يتم تلوين الصور بهذا الشكل. رح نبلش بالبداية إنه نلون حرف الإك من أعلى لأسفل بهذا الشكل. بعدين رح نمشي بشكل من اليمين إلى اليسار، رح يلون الطلاب ورح يكون رافع ايده بشكل بسيط، بداخله اك صغيرة رح تكون موجودة. رح يتم تلوينه بهذا الشكل، رح يتم تلوين صورة الكلب، ونحاول قدر المستطاع انه ما نخلي الحلوين يطلعوا برا الصورة، نلتزم انه نلون بس بالداخل. ويعطيك العافية.